كلامي كلام جد. أزرع ورتب فنوني وصلي على طاهر الجد، عسى فنون ياجي فنوني. من رواد الشاعر المرحوم أبو المجد بهجت الخطيب. أهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة تواصل فيها الحديث حول فنوننا القولية الشفاهية التراثية. النهاردة نشوف مع حضراتكم من خلال هذا اللقاء يعني إزاي البيئة كان لها تأثيرها طبعا المباشر على الجوال الجديد، وزي مفردات البيئة اللي كان بيتعامل معاه نالت حظ كبير جدا من أقوال، سواء كان موال بكافة أشكاله وأنواعه أو مربع أيضا بكافة أشكاله وأنواعه. النخلة طبعا دي يعني سمة أساسية في أزراعية هنا عندنا، لا تكاد تخلو أرض زراعية من وجود النخلة. والجوال الجديد والشعر الجديد كان متأثر جدا بالنخلة ومفردات النخلة، وكانت مضرب الأمثال، وكان بيقتبس منها أو من أجزائها في الأقوال بتاعته. يعني لما أقول الأقوال حد خالي من الهم، حتى السعف في جريده، حتى السعف بتاع جريد النخل، ولا حد خالي من الهم حتى السعف في جريده، ما تقولش للندل يا عم روحك ما هياش بإيده. هنشوف برضو جيل الشعراء الشبان إزاي برضو بيحافظوا على نفس النهج القديم ده، واستغلوا مفردات النخلة في مجموعة من المربعات. وراح بضيف الكريم في حلقتنا النهاردة الشاعر مؤمن الدالي من قرية حجازة مركز قوس محافظة قنا. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا استاذ عبد الله بك. اشمعنى النخلة يعني النهاردة بتقول لي من يعني معروف إن الواو المربع قصة لوحده وموضوع لوحده وفكرة لوحده. تمام. لكن أنت قلت لي إن النهاردة معظمها ووات أي نعم مختلفة في المعاني، لكن كلها مرتبطة بإيه؟ بالنخلة. الفكرة دي جاتك إزاي؟ الفكرة طبعاً أنا البيئة اللي نشأت فيها من طفولتي فطبعاً في الريف، والنخل يعني أنا من صغري طبعاً قدام النخل والكرم النخل والشجر كله، فأنا مفتون بالنخل يعني من مصغر من نعومة أظافري زي ما بيقولوا. نشأت في بيئة الريف، طبعاً الريف معروف بالنخل، فمن صغري أنا مفتون بالنخل يعني. فعشان كده طبعاً فكل ما أقعد مثلاً في إلهام في موال حاكد ولا حاجة يعني تأثرت بالنخل. يعني كله مربع حنقول النهارده؟ لا طبعا لا 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 مش كله يعني بس معظم يعني نبدا طبعا بذكر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا نستفتح بقول فاكر حبيبي ولا انساه، اسمه بيطرب اذاني، اسعد بقربه ما تلقاه، البعد عنه اذاني. صلى الله عليه وسلم. فاكر حبيبي ولا انساه، فاكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاكر ربنا سبحانه وتعالى طبعا كل كذا معنى. فاكر حبيبي ولا انساه، اسمه بيطرب اذاني، اذا كان في الاذان او بسمع القران الكريم اسمه الرسول عليه السلام بالضبط، في كان في الاذان او في القران اسمه بيطرب اذاني، اسعد بقربه نفسي ان شاء الله ربنا يعني اياكم نشوفه في المنام باذن الله، نشوفه صلى الله عليه وسلم، اسعد بقربه متى تلقاه، امتى تقوم القيامه عشان نشوف سيدنا محمد والصحابه، اسعد بقربه متى تلقاه، البعد عنه أزاني، البعد عن منهج وسنته صلى الله عليه وسلم أزاني، المنهج بتاع بعدت منه فقلت أزيد طبعا اللي بتبتعد عن منهج الرسول بالضبط البعد عنه بالضبط خير عرج الدور ده. فاكر حبيبي ولا انساه، اسمه بيطرب أزاني، أسعد بقربه ما تلقاه، البعد عنه أزاني. تمام. نخش بقى نخش على النخل. على النخل أطول من الكل وتفوت، واقف وطرحك سباقي، عمرك ما تبخل وبتموت، بين الشجر للسباقي. الله ده النخل. النخل بتقول له أطول، أطول من الكل وتفوت، أطول شجر حتى في القرآن الكريم أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني بعض العلماء بيقول لك اللي هي النخل واقف وطرحك سباقي مهما يجي رياح وإلى ذلك. بس طبعا هنا في تشبيه ممكن يكون أنا أقصد حاجة غير النخل لكن المعنى اللي ظاهر أطول من الكل وتفوت، واقف وطرحك سباقي. سباقي سباقي يعني مثلا يعني حتى زمان البلح الصغير اللي كنا زمان احنا صغير نقول عليه بالليح، يعني المفروض مثلا أي صمت مثلا كان جواف فمنجا
الله ينور. ولا وفي درجة أقل شوي أو مش أقل. أول النارخ ده بالضبط النارخ ده كده زي، لكن ده البليح ده بيتاكل. لا ده احنا كنا ناكل البليح يعني. يعني لو في شجر مثلا أنا زارع نخلة وزارع جنبيها لسه لما المانجا تستوي مش عارف، لكن النخل واقف وطرح بمجرد ما تطلع ما فيش شهر ولا حاجة ممكن ناكل من ثمارها واقف وطرحك سباقي في مراحله بالليح. الله ينور على حضرتك بالضبط بالضبط واقف وطرحك سباقي. سباقي يعني الحاجة اللي تجي قبل أوانها أو قبل أوان الحاجات الثانية. ولذلك الفاكهة السباقي اللي هي جاية قبل مواعيد الثانية تبقى أغلى شوي. العنب لما بينزل أو يعني الحاجة أول ما تيجي قبل ما عمرك ما تبخل وبتموت الشجر. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب مثل لسيدنا أبو بكر اللي هو يعني قال أبو بكر كالنخل أينما وقع نفع. ولذلك النخل لم أخذ على العلم يعني بنفلق النخل على ما ماتت بالتوبة المرحلة فيها نفع بالضبط. الفلق بنطلع الفلق، الكرناف بنتدفى بيها، الجريد بنعقد بيه يعني السعف السعف الأخوص الأخوص أو السعف طبعا عمرك ما تبخل يعني. هو عايش هو حي النخل ما بيبخلش، ولو مات بنستفيد به كل حاجة بناخذ الليف والكرناف. عمرك ما تبخل وبتموت بين الشجر لسه باقي. حتى لو مات وسط الشجر على الأقل لو احنا شلناه خالص الجزع بتاعه قاعد يقول يا سلام ده كان في نخلة هنا. يعني بخلاف باقي الشجر ممكن ما فيش يعني على ما تشالت ما بتبانش، لكن النخل تقعد مئات السنين. والله ده جدي كان زرع دي اخر دي النخله بتاع جدي اللي كان زرع الجزع بتاع. عمرك ما تبخل وبتموت بين الشجر اطول من الكل وتفوت واقف وطرحك سباقي. عمرك ما تبخل وبتموت بين الشجر للسباقي. ثاني يقول يا نخل هات الطلاطيح نلعب ونادي وليفك عجزت يا كنت بتطيح والهم عشعش في ليفك. يا نخلة هات الطلاطيح زمان عندنا طيحة الله ينور على حضرتك اللي هي مرجحة مرجحة، بس احنا كنا نعملها من الجريد. الجريد يعني بكون نخل لسه صغير فبنجي يعني قاطعين النخلة كده حتي نصين ونربطها ونقعد جوا يعني جوا الجريدة من نصين جوا النصين ده نركب ونلف حول النخلة بالجريدة نفسها. بالجريدة نفسها بالضبط. وهي راكبة في ال ايوه هي خضرة هي ولسه خضرة بس الناس ما تنفعش هي يعني ما قلعناهاش من النخلة. لا هي راكبة فأنا باجي أشركها مثلا أو أقطعها نصين وأربطها بالخوص وأجي أقعد فيها كأنه حبل. تعمل لها قاعدة كده قاعدة ونقعد ممكن لو عيال خفيفين مثلا ممكن ثلاث عيال أو لا ثلاث أولاد فوق بعضيهم فالجريدة واحدة فبنطلطح بها تطوح فيها بالضبط ما تقطعش. يا نخل هات الطلاطيح طبعا انا بقول للنخل هات الطلاطيح يعني انا وكنت صغير فالنخل كان صغير زيي فانا وهو كنا صغيرين وبنلعب لما كبرت وعجزت فجيت في كرم النخل بكلم النخلة اللي هي كانت مع النخل بيكبر معانا فبقول له يا نخل هات الطلاطيح نلعب ونادي وليفك وين العيال وين اللي كنا صغيرين ما فيش هم وبنلعب نلعب ونادي وليفك. فطبعا النخلة خلاص كبرت فبقول له عجزت يا كنت بتطيح مع الهوى خلاص عاد عيني مني انا مش هلحق اجيب جريد ثاني يعني 20 متر و15 انا عجزت هو عجز عيني طول خلاص بالضبط فهو فانا بقول له عجزت يا كنت هو قصير النخل الهوى ما يعملوش حاجه لانه لسه قريب من الارض ما فيش جاذبية ولا حاجة لكن لما كبر وأنا عجزت يعني هو مثلا أنا ظهري انحنى وهو برضو إيه بالضبط فبقول له عجزت يا كنت بتطيح والهم عشعش في ليفك. هو صغير زي أنا ما كانش شايل هم ما كانش شايل هم عشعش في البومة ولا عشعش في غراب لأنه صغير على الأرض فالطيور حتى طير ما تعشعش في خايفة ليه لحد تلفاها بالضبط. فأنا هو كبر والهم عشعش فيه اللي هو البومة والطيور العفو اللي مش كويسة وأنا عجزت مش حقدر أعلم فبقول له عجزت يا كنت بتطيح والهم يعني أنا شايل هم طب أنت النخل تشيل هم والهم عشعش في ليفة يا نخل هات الطلاطيح نلعب ونادي وليفة عجزت يا كنت بتطيح والهم عشعش في ليفة. قول كم يفنى لجل الرجا جيل يا نخل اصبر وحادي في الحبل راحوا الرجاجيل ما تقول لي مين اللي حادي. كم يفنى لجل الرجا الامل جيل اجيال مفرد جيل جيل مفرد اجيال كم يفنى لجل الرجا الامل الرجاء
جيل، أنا بكلم النخل بقول له كم يفنى لجل الرجا جيل، يعني يا نخل اصبر وحادي، يعني حتى لو الشجرة تطلع جنب منك. طبعا المعنى في بطن الشعر، بس أنا المعنى الواضح بقول له بالضبط، لكن طبعا يعني المعنى في بطن الشعر بالضبط. كم يفنى لجل الرجا جيل، يا نخل اصبر وحادي، حتى لو قطع الشجر جنبك اصبر، يا نخل اصبر وحادي، في الحبل راح الرجا جيل. الحبل بالضبط، يعني ممكن مثلا الحبل لو في معنى الحبل اللي هو مطلع بيطلعوا به النخل، فهو بيقول انا النخل بيكلمني بقول له يا نخل اصبر وحادي، فهو بيرد علي بيقول لي في الحبل راح الرجا جيل، اللي كان يطلع يقطعوني كل اللي يطلع يجي مثلا يضرب الفاس في الحبل يوقع يموت، فبيقولني في الحبل راح الرجاجيل، بيرد علي النخل بيقول لي ما تقول لي مين اللي حادي، مين حيحدي تاني ويجيب مطلع او هو الحبل اللي بيتسلقوا به النخله، مطلع اللي هو المطلع اللي بيطلعوا به النخله ثاني. عرج الدور ده كم يفنى لجل الرجاجيل، يا نخل اصبر وحادي، في الحبل راح الرجاجيل، طب ما تقول لي مين اللي حادي. طبعا فيه مربع ده بعيد من النخل، بقول ها بأضحك ومغجوج من وقت سكين وتالم، الحمل لقلق ومنبوج والعقل غاب المعالم. ها بأضحك ومغجوج، يعني يعني ضحكه كده، يعني انت مهموم، واحد بيقول لك يا عم ما تفرفش، مصطنعه، وانت من جواك طبعا بتغلف. بقول ها بأضحك ومغجوج، مغجوج منية، مغجوج وبضحك من غير نفس، من وقت سكين وتالم، حتى السكين تالمة، من وقت سكين وتالم بتألم بتألم تالم، لا وتالم عشان تالمة تلمة، الله ينور، مش حادة بالضبط، في الحادة حنخلص، لكن ده تالمة يعني بعمال ألمها مضاعف بالضبط. من وقت سكين وتالم، الحمل لقلق، يعني لو معك كوباية مي أو كوباية شاي وانت وماشي وقالت يعني انسكب الماء منيها وقع اللي هو لقلق، الكوباية تتلقلق من يدك، لقلق ترجع طبعا الحمل من قطره، من الحمل لقلق ومنبوج، منبوج معباي، يعني الحمل لقلق ومنبوج والعقل غاب المعالم، غابي ما عرفش خلاص، يعني زي مثلا مغمى عليها او العقل غابي، غابي ما عرفش، انت غابين يا فلان، يعني ما عرفنيش انا صعب اقول لك، انت بتغاب عليه، بيتغاب عليه يعني يعمل نفسه شيء بالضبط، والعقل غاب المعالم. لقلق اللي هو مثلا اقول لك ايه، في مثلا اقول لك اللي تلقلق يتكب، الله ينور عليك، مثلا الشعر طبعا اللي تلقلق يتكب، اللي هو مش مرتاح، يعني كان زي الميل مش مرتاح لازم توقع في الارض، فالثبات هنا كويس بالضبط تمام. عرج الدور ده، ها بأضحك ومغجوج من وقت سكين وتالم، الحمل لقلق ومنبوج والعقل غاب عالم. قول يا دالي، النخل يكبر بلح جاب، في الكرم شوف المطارح، الغالي يرخص بلح جاب، يلي هجرت المطارح. تاني، النخل يكبر بلح جاب، حيجيب بلح النخل لما كبر، طبعا هنا في تشبيه بالضبط، في تشبيه طبعا، بلح جاب جاب بلح، النخل يكبر بلح جاب، في الكرم شوف المطارح، الكرم كرم النخل طبعا هي تشبيه، هو انا مقصودش طبعا النخل، في الكرم شوف المطارح، الغالي يرخص بلح جاب من غير حجاب، يلي هجرت المطارح، ليه كذا تفسير طبعا، المطارح ليها جمع اللي هي الطرح، لا يلي هجرت المطارح الاماكن، يعني لو احنا فهمتها طبعا بالضبط، الغالي يرخص بلح جاب، يعني بلا يعني لا هنا ضد، يعني اللي ما تلبسش الحجاب بالضبط، الله ينور حضرتك تمام، اصبحت رخيصه بالضبط، وفي الغالي في الغالي يرخص يلي هجرت المطارح اللي هي طبعا من رموز تمام بالضبط، لبس الطرحه بالضبط، يعني احنا بنقول النخل يكبر بلح جاب، يعني لو حنشبه مثلا البنت الصغيره بالنخله، النخل البت الصغيره مأخذه، يعني اللي عندها 3 سنين عادي بتروح الحضانه بشعرها مش عارف ايه دي بت، لكن الغالي يكبر بالحجاب، بمجرد ما كبرت في الكرم شوف المطارح، يا رب الاسره مثلا، ده كذا تفسير، شوف شوف بناتك، في الكرم شوف المطارح، الغالي يرخص، هي كانت صغيره مثلا والنخل هو صغير ما حدش بيعتني به، لكن عالم كبر النخل يعني بنولوا له اهتمام اكثر، فالغالي يرخص بالحجاب، يلي هجرت المطارح، ممكن المطارح الطرحه والمطارح العادات والتقاليد، يلي هجرت المطارح روح شوف
الاماكن اللي هي اصليه بتاعتنا بالضبط، يلي هجرت العاده بتاعتنا والتقاليد بتاعتنا والتقاليد بتاعتنا والاصول. شوف ايه لانه الغالب يرخص بالاحجار. تمام، عرج الدور ده. النخل يكبر بالاحجار في الكرم شوف المرح، الغالي يرخص بالاحجار يلي هجرت المطار. الله الله، لسه مع النخله برضو؟ تمام. قول باب الحشامه مر الدين، قطعت ليه الستاير، النخله مالت مر الدين في النجعمات الكبائر. باب الحشامه مردين، انتوا مرددين بالضبط. باب الحشامه مردين، تمام مرد. طب ليه قطعتوا الستائر الحياه انتوا؟ باب الحشامه، باب الحشامه يعني بالضبط تمام، لكن قطعتوا ليه الستائر؟ يعني حتى في خلوا بصيص لعمل والاصول وويلا الستائر، حتى لو كانت خفيفه برضه بتستر، بس على الاقل والله مثلا فلان يا اخي عمل الله بالضبط مكشوف قدام الناس بالضبط. يعني باب الحشامه مردت مردين، ايش ما قفلتوش باب الحشامه باب الحياه ولا وقطعتوا الستائر؟ قطعتوا خلاص كده فضيحه. باب الحشامه مر الدين، قطعتوا ليه الستائر، النخله مالت اللي هنا مثلا البنت، النخله مالت مر الدين البنت. يعني النخله مالت ما ردتوهاش معنا. يعني يا بنتي لا والله دعيب انت تعملي كذا وتطلعي كذا وتلبس كذا، النخله مالت ما ردتوهاش، ما بتعدوش الماء في النجعمات الكبائر. الناس اللي كانت ناس لا يعيب يا بنت ارجعي مش عارفين في النجعمات الكبائر. خلاص لما راح جيل الكبار بالضبط ما فيش بركه بقيت لحد بيرجع بالضبط، فما حدش في النجعمات الكبائر. عرج الدور ده. باب الحشامه مر الدين، قطعت ليه الستاير، النخله مالت مر الدين في النجعمات الكبائر. تمام، والنخله مالها؟ تعرف النخله عندك؟ في لا في لا هو قصقص جريد بلا حساب، قسمه تريها ونوايب، اللي يفرق بلا حساب تضحك عليه النوايب. قصقص جريد بلا حساب، طب ينفع مثلا انت الصبايط الصباط او ما اسمها صباط جريد النخل؟ لا انا اقصد صباط للبلح، ينفع تقص الجريد كله؟ مش لازم تسيب كم جريد تحمل عليها البلح؟ مظبوط، لانه كل ما البلحه بتكبر بتتقل الصباطه، الصباطه بتميل على، فانت المفروض ما تقصقصش. طبعا تشبيه هنا، ما تقصقصش الجريد بالضبط، خلي قصقص جريده بلا حساب. البلح ساب يعني قصقص جريده بلا حساب، بدون لا بدون ممكن قصقص جريده بلا حساب من غير ما يحسب. لا عشان عشوائي لا هو عشان المفردة الثانية اللي هي بلح ساب، الأولانية بلح ساب، جناس كامل بلح ساب البلح، طب سبت البلح متعرض مخصوص عليه بالضبط. قسمة تريها ونوايب، قسم تأكد عنه أنت بتعدي على واحد بيعمل حاجة غلط أو مش كويسة، فأنت بتقول له ما تبعش النصيحة، يعني تقول له قسمة نايبة، خذ نايبك، خذ نصيبك وحظك. قسمة تريها ونوايب، اللي يفرق بلح ساب. انت لما اخذ مثلا في فرح ولا في حاجه معاك مثلا المعونه او الحله فيها اللحمه مثلا، فانت بتقول والله ده مؤمن صاحبي وفلان وفلان، انت بتفرق بلا حساب، لكن ناس انه لسه فيه 10 20 ما تعشوش او ما اكلوش او قدام منك او قبل بالضبط، فانت طالما فرقت بلا حساب تضحك عليك النوايب، بتقول لا والله ده انا معي 20 كيلو لا حفرق، لا اللي يفرق بلا حساب تضحك عليه النوايب. النوايب الثانيه اللي هو نايب اللحمة. طبعا نابة تقول. فعندنا يعني في الليالي دائما الليالي يعني اللي هي الاحتفاليات يعني بالدنيا بمعنى صح، يحطوا الاكل تمام، واحد بحلة كده يطلع نايب بالضبط. فبيحسبها على قد الناس اللي قاعدين بالضبط، طالما بيحسب مش حي طالما بيطلع من غير حساب ما خلاص عاد هم ما حسبش اللي سبق اللي اخذ الناس اخذت وناس ايه بالضبط، تضحك عليه تضحك عليه النوايب. عرج الدور ده. قصقص جريد بلا حساب، قسمة تريها ونوايب، اللي يفرق بلا حساب تضحك عليه النوايب. اللي يفرق بلا حساب تضحك عليه النوايب. بنشكر في نهاية حلقتنا ضيفنا الكريم الشاعر مؤمن الدالي من قرية حجازة مركز قوس محافظة قنا. تمنقول قصدين مدح النبي سي تهامة، من شرف الكون بالدين والمعجزة والكرامة، نصلي على النبي.